السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه خريطة المناطق الأثرية. طبعا عندنا في الدقهلية هذا هو تل البقلية، وعندنا تل الأمديد، وفي يعني تل الأمديد بالدقهلية، تل البقلية، وفي تل المخزن. إذن هناك مناطق أثرية عديدة في الدقهلية. نذكر هذا التل الأثري بقريتنا، قرية البقلية، اليوم 9 مارس 2021. هذا التل يسمى تل البقلية أو تل الربع. والكتب التاريخ تؤكد لنا أن البقلية قرية تاريخية كان يطلق عليها قديما بيت الحكمة أو براكر. هذه يعني بيت الحكمة، بيت الحكمة أو براكر. هذه الحروف حرف الباء والراء. يبقى إذن قريتنا لها تاريخ، قرية لها تاريخ. كان يطلق عليها براكر أو بيت الحكمة، وذلك نسبة إلى الإله تحوت، إله الحكمة. يبقى إذن هنا عاش أجدادنا الفراعنة، وكانت هذه المنطقة تسمى براكر أو بيت الحكمة. وقد دلت الأبحاث أن البقلية كانت تسمى برضو في مرحلة أخرى هرموبليس، هرموبليس. كما وجد بقى تل أثري، يبقى هذا التل هو تل البقلية أو تل الربع. وهناك في الناحية الأخرى في تل الناقوس بجوار عزبة التل، تل آخر سمي بتل الناقوس وما زال موجود حتى الآن. وهذه المنطقة تسمى تل الربع أو تل البقلية. يا سادة، المنصورة غنية بمناطقها الأثرية، وهذه أضواء على آثار المنصورة. نذكر منها البقلية، كما نشاهد البقلية وتل الناقوس. هذه مقالة علمية كتبها عبد الحميد الكفافي رئيس قسم الآثار بالقليوبية. هذه منطقة البقلية وتل الناقوس. هذا ما لدينا عن خيرات مصر، عن مناطقنا الأثرية. هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. وإن أعجبكم هذا الفيديو الموثق بالخرائط والكتب التاريخية، نرجو الاشتراك لدعمنا ولكي نستمر. شكراً.